السلام عليكم. اليوم نروح لولاية خنشلة لنقف على الأشغال تاع الخط السكك الحديدية اللي يربط ولاية خنشلة بولاية أم بواقي على امتداد مسافة 55 كيلومتر، واللي الآن دخلنا في مرحلة جديدة وهي إنشاء المنشآت الفنية اللي من جسور، خاصة ما فيش أنفاق لكن فيه جسور راهي قيد الأشغال، وهنا نشاهد جزء من الأشغال نتاع إذن هذا المشروع نتاع السكك الحديدية في واللي يقع الجزء هذا يقع في ولاية خنشلة. إذن أترككم تتابعون والسلام عليكم.